السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الفصل الثاني، الفصل الثامن، الدرس الثاني، وننتقل الآن إلى مثال أربعة. وصل مجفف شعر مقاومته 12 أوم، ومصباح كهربائي مقاومته 125 أوم، معا على التوازي بمصدر جهد 125 فولت، موصول معه مقاومة معه مقاوم 1.5 أوم على التوالي كما هو موضح في الشكل. أوجد التيار المار في المصباح عند تشغيل مجفف الشعر. أولا نتابع التيار، لاحظ، مع التيار مع التيار مع التيار، التيار يمر في المقاومة، التيار المار من المصدر، لكن عند هذه النقطة ماذا الذي يحدث؟ تفرع المسارات I1 I2، في حين أن RC التيار الكرلي المار فيها اللي هو I. فإذا هنا نلاحظ أنه المقاومتين من نقطة التفرع، المقاومات تكون على التوازي على طول، أول ما تصل نقطة التفرع المقاومات بعدها موصلة على التوازي، ثم المقاومة الناتجة من المقاومتين RA وRB موصلة مع RC على آهي على التوازي. طيب نحن أولا نوجد المقاومات الموصلة على التوازي، المقاومة المكافأة سميها مجفف شعر مقاومته 12 أوم، هذه سميها R1، ومصباح كهربائي مقاومته 125 سميها R2، معا على التوازي بمصدر جهد، هذه في فرق الجهد، موصول معه المقاوم R3 على التوالي كما هو موضح، ولا نسميها كما مسمى عندهم في الدائرة الكهربائية حتى لا نخلط الأمور، RC، لا RB، هذه RB أو RA وRB وهذه RC، هنا IA. هذا IB وهذا IA وهذا IC. طيب أوجد التيار المار في المصباح عند تشغيل مجفف الشعر، أوجد التيار المار في المصباح عند تشغيل مجفف الشعر. طيب أولا نوجد التيار الكلي أو جسري المقاومة الكلية، توصيل على التوازي، واحد على R يساوي واحد على RA زائد واحد على RB اللي هو يساوي واحد على 12 زائد واحد على 125 اللي هي تساوي واحد على 12 زائد واحد على 25 زائد استخدام الحاسبة طبعا 1 على 125، 1 2 5 تساوي 137، 1 3 7 ده باستخدام الحاسبة يا شباب على 1500. الخطوة الثانية قلنا ايش؟ نقلب ابن البسط مقام المقام بسط حتى نوجد R. ليه؟ لأنه لدينا المقلوب، إذن R تساوي 1500
تقسيم 1 3 7 وهي تساوي 1500 تقسيم 137 1 3 7 تساوي 10.9 اللي هي تقريبا 11 أوم بالتقريب 11 أوم بالتقريب 11 أوم 10.9 أوم ممكن نقربها 10.9 أوم. طيب هذه مع المقاومة الآر سي موصلة على التوالي، هذه الرسمة الجديدة يعني الاثنين أوجدنا مقاومتهم واحدة أهي، هذه مقاومة الـ RA المقاومة المكافأة اللي هي أوجدناها هنا اللي هي تساوي كم قلنا 10.9، فعلى 10.9 مع الـ RC موصل على إيش؟ على التوالي. نوجد المقاومة الموصلة المقاومة الناشئة من التوصيل على التوالي، الـ R شرطة تساوي الـ R هذه اللي هي النتاج للمقاومتين زائد الـ RC اللي هي تساوي الـ R وجدناها 10.9. لاحظوا يا شباب كل ما تعمل مقاومة كل ما توجد مقاومة مكافأة أرسم رسمة جديدة. أوجدنا المقاومة الـ RA و RB أهي استبدلناها، نشيل المقاومتين RA و RB ونستبدلهم المقاومة كده، واضح أصبح عندنا مسار واحد، معناها الـ RP موصلة مع هذه على التوالي. أوجدنا مقاومتهم المكافأة الناتج نسميه R زائد كم 1.5 اللي هي تساوي 1.5 14 2 12.4 أوم. وبعد كده نوجد التيار الكلي، نوجد التيار الكلي I يساوي فرق الجهد الكلي على المقاومة الكلية R شرطة اللي يساوي V كم؟ فرق الجهد الكلي للمصدر 125 تقسيم R الكلية كم؟ 12.4 تساوي 125 125 تقسيم 12.4 تساوي 10.8% تقريبا 10.8% تقريبا. واحد أمبير. طيب أوجدنا التيار الكلي، أوجدنا التيار الكلي طيب أوجدنا التيار الكلي نوجد فرق جهد آي سي في سي في سي أو أحسن على طول نعملها خطوة واحدة نوجد في اي اللي هو يساوي في ناقص في سي تمام، وفي اي يساوي في فرق الجهد الكلي كم؟ فرق الجهد الكلي كم؟ 125 ناقص في سي، في سي اللي هو اي سي في ار سي، اذا في اي تساوي 125 ناقص الاي سي كم؟ الاي سي اللي هو التيار الكلي 10.1 هذا اي سي 10.1 ضرب ار سي كم؟ الار سي الار سي الار سي اهي 1.5 باستخدام الحاسبة تطلع 100 2.5 ناقص افتح قوس
عشرة فاصل واحد ضرب واحد فاصل خمسة سكر يساوي مية وتسعة فاصل خمسة وثمانين، يعني مية وعشرة بالتقريب، مية وعشرة بالتقريب، مية وعشرة فولت. طبعا هنا التوصيل على التوازي، فقلنا فرق الجهد هنا ليه؟ لأنهم متساوين، لأن فرق الجهد في التوازي ثابت. طيب إيش المطلوب في المسألة؟ أوجد التيار المار في المصباح. طيب عندنا فرق جهد المصباح 110 وعندنا مقاومة المصباح 125، المطلوب تيار المصباح، تيار المصباح اللي هو I، المصباح كم؟ I B يساوي V B أو V A واحد، طبعا هما دي V A و V B واحد متساويين لأنه توصيل على التوازي، على R B في بي اللي هو نفس الكلام 110 تقسيم ار بي، ار بي كم؟ المصباح 125 واحد اثنين خمسة اللي يساوي 110 على 125 يساوي 88 من 100، ممكن نختصرها نقول واحد أو تسعة من عشرة أمبير، 88 من 100 أمبير. طيب تدخل في الأسئلة المسائل التدريبية، تحتوي دائرة كهربائية مركبة على ثلاث مقاومات، دائرة كهربائية مركبة على ثلاث مقاومات، يستنفذ المقاوم الأول قدرة مقدارها 2 واط، ويستنفذ الثاني قدرة مقدارها 3 واط، ويستنفذ الثالث قدرة مقدارها 1 واط، ما مقدار التيار الذي يسحبه تسحبه الدائرة من بطارية جهدها 12 فولت؟ طيب هذه P1، نعتبر أن هذه P1 power 1 P1 هذه P1 P1 و P2 power و P3 وهذه ايش؟ V. أول نجمع القدرات الثلاثة، P الكلية تساوي P1 زائد P2 زائد P3 بغض النظر عن طريقة التوصيل بالنسبة للقدرات اللي هي 2 زائد ثلاثة زائد واحد ونص تساوي كم؟ اثنين زائد ثلاثة خمسة، ستة وخمسة واط. طيب نحن عارفين العلاقة اللي هي بي، بي تساوي اي في. طيب ايش المطلوب؟ ما مقدار التيار اللي هو اي؟ أقسم الطرفين على V، إذن I يساوي P على V ليتساوي P كم الكلية؟ 6.5 تقسيم V، فرق الجهد كم معطى؟ أهو 12، يعني تساوي 0.54 الوحدة أمبير. يتصل 11 مصباحا كهربائيا معا على التوالي، وتتصل المجموعة على التوالي بمصباحين كهربائيين يتصلان على التوازي مصباحين كهربائيين على يتصلان على التوازي، نعم. فإذا كانت المصابيح جميعها متماثلة فأيها يكون سطوعه أكبر؟ يعني ممكن نمثل المسألة بس على شكل صغير، هذا المصباح الأول وهذا الثاني وهذا الثالث إلى هذه التوالي، ثم وصلت مع اثنين على التوازي، هذا الأول وهذا الثاني بهذا الشكل. هنا عندي 11 مصباح هنا على التوالي، وهنا مصباحين على التوازي،
فأيها يكون أكثر سطوعا، المصباحين أم الحداشر مصباح؟ طبعا المسألة مربوطة بالتيار أكثر، فنلاحظ أن التيار دائما السطوع يعني درجة الإضاءة يا شباب. عندنا هنا التيار I، عند هذه النقطة يتفرع I1 I2، يعني لاحظ عندك ماسورة فيها كمية ماء في الثانية تديك مثلا 10 لتر في الثانية، تفرعت إلى ماسورتين، واحدة فيها 4 الثانية فيها 6، فأيهم أكبر كمية الماء المتدفقة في الثانية، في الاثنين المتفرعات ولا في الأصلية؟ في الأصلية طبعا. نفس الفكرة في التيار الكهربائي، التيار أكبر في الحداشر مصباح، وبالتالي يكون السطوع أكبر في الحداشر مصباح. المصابيح فإذا كان زي فأي يمكن السطوع أكبر، السطوع الأكبر في المصابيح الحداشر. طيب ليه؟ الموصولة على التوالي، على التوالي. طيب ليه؟ لأن التيار أكبر، التيار أكبر. ننتقل للسؤال 21، ماذا يحدث الدائرة الموصوفة في المسألة السابقة إذا احترق أحد المصابيح المتصلين على التوازي؟ ماذا يحدث الدائرة الموصوفة في المسألة السابقة إذا احترق أحد المصابيح المتصلين على التوازي؟ تصبح جميع المصابيح موصلة على التوالي، تصبح جميع المصابيح اللي هي 11 زائد الواحد اللي هي 12 كلها على التوالي، وبالتالي يكون التيار واحد. ويتوهج الاثناشر مصباح بالشدة نفسها. ليه؟ لأن التيار واحد، لأن التيار واحد. ليه؟ لأن التوصيل على التوالي. ماذا يحدث الدائرة الموصوفة في المسألة 20 إذا حصل دائرة قصر لأحد المصابيح المتصلين على التوازي؟ إذا حصلت دائرة قصر المصابيح المتصلين على التوازي، نفس الفكرة، سيجعل المصباح الذي حدث فيه دائرة قصر فرق الجهد خلاله وخلال المصباح المتصل معه على التوازي صفرا، لأن ذكرناها النقطة، لأن المقاومة صفر أو أصبحت خارج الدائرة الكهربية. أما المصابيح الحداشر المتصلة على التوالي، طبعا هذه خرجت من الدائرة، معناها تقلل قيمة المقاومة الكلية فيزداد التيار في الحداشر مصباح، وبالتالي تزيد الشدة. المتصلة على التوالي فستتساوى
في شدة توهجها ولكنه طبعا تتساوى لأن التوصيل على التوالي التيار واحد، ولكنه يزداد لخروج المقاومات الأولى، تقل المقاومة الكلية فيزداد التيار مقارنة بوضعها السابق. أما المصباحان المتوازيان فلن يضيء. لماذا؟ لأن فرق الجهد صفر، التيار صفر، بالتالي التيار صفر أو صفر. الأميترات والفولتميترات، طبعا نحن تكلمنا على الأميترات والفولتميتر اللي هو قلنا جهاز قياس فرق الجهد يوصل على التوالي مقاومته، خصائصه بشكل عام صغيرة جدا بوصله في مقاومة صغيرة على التوازي. الفولتميتر 3 نقاط، نلخصها في 3 نقاط تكلمنا عنه قبل شوية، جهاز قياس فرق الجهد يوصل على التوالي. ليه هنا يوصل على التوازي؟ لأن على التوالي لأن التيار ثابت، جهاز قياس التيار، التيار الكهربي لأن التيار ثابت يوصل على التوازي. ليه؟ لأن فرق الجهد ثابت في التوصيل على التوازي. مقاومته ايش؟ كبيرة جدا، عكس، لأنه أنا ما عايز تيار أمر في الفولتميتر حتى يغير من القياس. مقاومته صغيرة، كبيرة جدا. كيف؟ بوصله بمقاومة كبيرة على التوالي. طيب لاحظ هنا، نجعل مقاومته صغيرة بتوصيل مقاومة معها للتوازي، وهذه المقاومة تسمى مجزئ التيار. أما الفولتميتر فتوصل معه مقاومة على التوالي. لاحظ هنا الفولتميتر وهذه المقاومة، ولاحظ إنها كبيرة 10 كيلو أوم، يعني 10,000 أوم على التوالي، لتجعل مقاومته كبيرة حتى لا يمر تيار في هذا الفرع ويقلل من التيار المار في المقاومة. وهنا العكس، أرجع إلى الشكل كده، سطوع قارن بين سطوع المصابيح، المصباحان ثلاثة أو اثنين،
متساويان في السطوع. ولكن سطوعهما أقل من سطوع المصباح واحد. ليه؟ لأن الاثنين مقاومة كبيرة، بالتالي تيار قليل. طيب السؤال 24 في أسئلة المراجعة، التيار إذا كان I1 هنا أهو يساوي 1.1 و I3 اللي هو ده كم؟ 1.7. فما مقدار التيار المار في المصباح؟ 2. طبعا طرح عادي، I2 يساوي I3 ناقص I1. ليه؟ لأنه مجموع I1 و I2 مفروض يعطينا I3. طيب بالتالي يساوي I3 اللي هو كم؟ 1.7 ناقص I1. I1 كم؟ 1.1 اللي هو يساوي كم؟ 6/10 أمبير. 6/10 أمبير. السؤال 25 دوائر التوارد الكهربائي، إذا فصل السلك عند النقطة C، فصل السلك عند النقطة C وصل مقاوم صغير على التوالي بالمصباحين 2-3، فماذا سيحدث لسطوع كل منهما؟ ستقل السطوع طبعا، تخفت إضاءتهما بالتساوي. ويقل التيار، طبعا ده السبب في خفوت الإضاءة، التيار في كل منهما بالمقدار نفسه. ليه بالمقدار نفسه؟ لأنها موصلة على التوالي، فأي نقصان متساوي، أي زيادة متساوية. ننتقل للسؤال 26، جهد البطارية عند وصل فولتميتر بين طرفي المصباح 2-2 كانت قراءته هنا V2 تساوي 3.8، وعند وصل فولتميتر آخر بين طرفي المصباح 3 اللي هو V3 يساوي كم؟ 4.2. ما مقدار جهد البطارية؟ طبعا هذه المجموعة وهذه المجموعة على التوازي، وعلى التوازي قلنا فرق الجهد واحد، يبقى فرق جهد البطارية V يساوي V2 زائد V3 يساوي V2 كم؟ 3.8 زائد V3 كم؟ 4.2 ليه تساوي كم؟ 8 فولت. تساوي 8 فولت. السؤال 27، الدوائر الكهربية، بالرجوع إلى المعلومات الواردة في السؤال السابق، هل المصباحان 2 و3 متماثلان؟ لا طبعا، لأن التيار واحد وفرق الجهد مختلف، وبالتالي قدرتهما غير متساوية. لا، في المصابيح المتماثلة في التوالي الموصولة على التوالي سيكون الهبوط في الجهد عبرها متساويا، لأن التيارات المارة، لأن التيار واحد متساوي.
التفكير الناقد، هل هناك طريقة لجعل المصابيح الثلاثة في الشكل تضيء بالشدة نفسها دون استخدام أي مقاومات إضافية؟ وضح إجابتك. طيب نعم ممكن، نعم نعم، لأن شدة الإضاءة تتناسب طرديا مع القدرة، فسيكون ضروريا استخدام مصباح في الموقع واحد مقاومته تساوي 4 أضعاف مقاومتي المصباحين في الموقعين 2 3، وهما مضاءين. بناء على هذه العلاقة اللي هي V تربيع على 4R تساوي V تربيع على 2 تقسيم R، لأن فرق الجهد هنا ينقسم على الاثنين لأنه يتوزع على التوالي، فهنا لازم يكون عندنا 4R، 4 أضعاف المقاومة الأولى. نتوقف عند هذه النقطة اللي هي نهاية أسئلة المراجعة، ونلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله في تقويم أسئلة تقويم الفصل الثامن إن شاء الله، ثم بعدها ننتقل لحلول أسئلة الاختبار المقنن لجميع أسئلة فيزياء 3 ابتداء من الفصل الأول إلى الفصل الثامن. وبهذا الشكل نكون قد أنهينا فيزياء 3 نهائيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.